بحر مالح مالح يا بحر مالح يا بحر مالح مالح يا بحر متل جوع الفقر متل دمع القهر خد العمر جارح مالح يا بحر أسرار الحب العميش يا شبين مندي رح يبقى بحكاية جاي من مبارح يا حاوي أسرار الرزقة وأسرار الحب العميش يا شبين مندي رح يبقى بحكاية جاي من مبارح عن بحر الموج بيعشق لبعت ميلة بنوب يقلق وبإيمان شباك وطارح حكاية عن مقدف وزورق عن بحر الموج بيعشق لبعت ميلة بنوب يقلق وبإيمان شباك وطارح عن نار الحقد اللي بتكوي قلوب الناس قلوب الإخوة بالنهاية كله رايح حكاية عن ظلم وعن قسوي عن نار الحقد اللي بتكوي قلوب الناس قلوب الإخوة بالنهاية كله رايح صوبك يا بحر ربيتك صرفت عليك دم قلبي قويتك عشان تستعمل القوة ضدي سامحني أرجوك سامحني أرجوك سامحني أرجوك تسامحني رحمي Thank you.
جاي من قبل خطار افندي، معي هديه للست. اهلا تفضل. شكرا. ها سي توا مدام خطار بيزنفوا لي كروفيت. سي بون برون لي على الكوزين. كومون فا لو كولونيل؟ تري بيان ميرسي. Je le vois très peu, sauf les samedis. Dis-moi, vous parlez bien le français? Ah oui. Je l'ai appris jusqu'à la classe de brevet. Voilà. C'est un pourboire. Non, merci. Prends-le donc. كانوا راضيين؟ الست فرحت كتير وبتسلم عليك. والكولونيل؟ ما كان موجود بالبيت. ماشي، بنبقى نشوفه. ما توفرني يا خطار أفندي، أي خدمة بتريدها أنا تحت أمرك. بس نبقى نروح عند الكولونيل، راح أخذك معي، أنت بتحكي فرنساوي أحسن مني. حاضر يا أفندي، بأمرك. إكرامية لك، أنت بتستاهل. من خير الله وخيرك يا أفندي، بس لو بتتفضل وبتعطف علي بخدمة مش ممكن أنسى لك إياها مدى العمر. قول تعود. تفضل تفضل. يا خطار أفندي، أنا تعبت تصلحت المركب، لو بتعفي عنا وعنه. وين خبيته؟ زينة اللي خبته. زينة، أنا بعرف اللي أنت ما بتعرفه. بس لو بتسمحنا، نحن جماعة عقد حالنا وما قلنا غيرك بهالشط. أبو وائل راسه يابس. رجال كبير وهمه عقده. زينة كمان ما بتشكي من شيء، راسه يابس. بنت مسؤولة يا أفندي، وهمومنا على كتافها. كرمالك مش كرمالهم. يعني بنرجع بنسرح ومتصيد؟ على شرط. أمر يا أفندي قول. بدي شوف زينة وجها لوجه واحكي معها. وعد علي يا أفندي، وعد. بأقرب فرصة. أكيد، أوامرك أوامر. صار فيكم تسرحوا، بس على شرط ما حدا يتحداني. لو كل العين ما بتعلى فوق الحاجب يا أفندي. بخاطرك. مع السلامة. إلا تنسى زينة. بأمرك يا أفندي. نزلت كثير يا وائل، كثير تنزلت. الريح أقوى منا يا زينة، نحن ببحر مالح كله موج ونو وعواصف. الحكمة والعقل بيقولوا إنك تروحي تقابليه. عارفة طلباته سلف. أختي فكري بعائلتك. ليش أنا شو عم بعمل؟ طول عمرك تنصحينا وترشدينا. بعرف إنه الموقف صعب. خلينا نطلع على الفلوكة ونرجع نشتغل على جديد ونطلع مصاري. رايحة ألبس وشوف شو بده. Thank you.
روح ارتاح يا مازن. كنت رايح على شغلك؟ ليش رجعت؟ ناوي تسمع الحديث؟ حديث؟ من أي نوع؟ حديث مستقبلك. إذا كنت طايش من واجبي أحميك. اشتريك منها بأي مبلغ. بعد في حديث. حديثك ما بيعنيني يا خطار أفندي. بيعنيكي. أنا بعنيكي أنت. قديش حقك؟ افتح دينيك واسمعني منيح. هيدا الحديث طويل على رقبتك ورقبة غيرك. رزق. أنت قدام خطار أفندي. وأنت قدام زينة بنت أبو وائل الصياد. عفينا عن المركب كرمال خيك وائل. وائل آدمي. بس أنت ما تهدمي مستقبلك ومستقبل عائلتك. قول طلباتك واختصر الحديث. بعيني ابني كمال. استعد اشتري بأي مبلغ. عيب كلامك عيب. لا هي اشترتني ولا انت من حقك تبيع وتشتري. انا من لحم ودم مش قطعة من نفوذك واملاكك. ما حدا عزمك تحكي. اذا مزعوج الباب واسع. من حقي ومن حق هالبنت نرفض الاهانة. زينة انبل واشرف من انها توقف هالموقف المخزي. يا ريت كانت علاقتنا اكبر اقوى. يا ريت كانت فعلا بتحبني. يا ريت لو كانت فعلا بتحبني لا انت ولا غيرك ممكن يبعدني عنها. مراهق. حتضل طول عمرك مراهق. تفضلي زينة. هالكلام ما بيعنيكي. ما بقى لازم تسمعي اكثر. تفضلي. ما عندك جواب على الكلام اللي سمعتيه؟ طبعا في جواب. هالحسك اللي بزلعيمك رح توجعك كل عمرك. ما تخليني ارجع احرق المركب. انت احرق المركب وبتعرف شو رح يصير يا خطار افندي. شو هالسر اللي بيناتكم؟ مش بكير حتى تصلحوا المركب؟ المركب معيشنا، صار لازم نسرح حتى نشيل رزقنا بايدنا. ريح حائج عينيكم، كنتوا نطرتوا شوي حتى ريحوا. طمن ما رح ياذينا. ما حدا بيعرف. انا بعرف. كيف؟ ما وعدك بشي؟ انا وعدت. ما فهمت. اطمن هو فهم. ايه لا تقوم يا زينب. يلا. الله يقويكم. الله يحفظك. لذلك يمنع التجول منعا باتا في الأحياء والشوارع المذكورة أعلى، وعلى كافة العائلات وأفراد هذه العائلات أن تلتزم بيوتها التزاما تاما لإجراء الإحصاء الكامل للسكان. كما نذكر الجميع بوجوب إبراز الأوراق الثبوتية في حال وجودها. انتهى البيان. شو يعني عايشين الدين من البيت؟ عد عودة نشرب قهوة. ما كلنا معروفين وكل واحد معروف أصله من فصله. إيه بس يعملوا إحصاء للسكان ما بيعود في لعب مع الفرنساوية. أي شيء بتعملوا ضدهم بيطالوك من قاع البحر. ضحكتنا. أنا صرت طلع ثلاث مرات مظاهرة ضدهم. ولا مرة قولوا لي وينك ولا شو اسمك ولا محلى كحل بعينك. بس من اليوم ورايح بدك تحمل ورقة باسمك. هوية. بعرف. شو اسمك؟
بلون سعيد على اساس ان الفرنسيه ما بيعرفوا عربي. اه هات الهويه. بعطيه الهويه. بتطلع لمعلم سلمان وبتروح عليك. والله عافيتتنا. شفت؟ يا وينك سيما؟ نعم. اذا سالك المختار اشو اسم عائلتك اشو بتقول له؟ شو بقول له؟ عشت الاسامة؟ ابدا. لكن انا من عائله معروفه. ايه؟ انا اسمي سامي الحداد. عاشت الاسامي هو الاسم الفني يا صياد بلا شبك. اشعلا بكره الله بيرزق بيروحوا الجامعه وبيلحقهم خطار هذا صاحبك، وانا بشبك لك شبكه 100 متر وقود على لقز رمله وقريدس وجربيلة وتريخور معلم سلمان وجرو وانتياس. انا بحب اللقز الرمله والله. بكره بعمل حسابي. الله خليك. هات هات العود سمعنا هات. يلا يلا قدف قدف يا بحار الموج بيروي عنا خبار شد الهم شد الريح عود زندك عالتجريح يا ما يا ما يا ما تغلب عالتيار هيلا هيلا هيلا. مازن؟ مازن؟ نعم نعم يا أفندي. سمعت أخبار شيء؟ الأخبار كثيرة يا خطار أفندي. بيان الأحصى عمموه على الكل. قريته شيء؟ نعم قريته. شو الهم يا مازن؟ شو الهم؟ بكرة رح يحملوا سجل عيلتي. سجل عائلتي. الحق علي الحق علي. ما كان لازم وافق انه ابو وائل يرجع على شط. ابوه تبرى منه وانا بريء منه. روقي يا افندي يمكن نلاقي له حل. حل اي حل؟ وي زفت. معقول ياخذ نص الورثه؟ الزعل ما بيفيد. القصه بدها تفكير كثير. بدك هو يفكر، بدك هالزينة المضروبة تفكر. روح ناديله روح. برأيي تهدى هلا وبعدين من ناديله. ضرب الحديد وهو حامي. الحديد حديد يا خطار افندي. ما عاد الناس بتختلف، اخوك وبتعرفه. لا تقول اخوك، لا تقول اخوك. ابوه حرمه من الورثة وانا لازم حافظ على الوصية. فإذا بكره بنطلبه ان شاء الله. اليوم احسن من بكره. بالحكمة والروية بترجاك يا خطار افندي. ماشي رح نسمع منك يا مازن. رح نسمع منك. بعدكم خايفين من خطار يا ابو وائل؟ يا مختار انت بتعرف خطار بيخوف. جاي عبادكم للاحصاء. اسلموا يا بي. والاحصى بعد كم يوم يا زينة. معي شهود ومعي مجلس اختياري. مش ناويين تحملوا اسم عيلتكم؟ مش ناويين نتخلى عن اصلنا يا مختار. اذا رح نسجل اسامينا بدون ما نعلن حقيقه عيلتنا. يا ابو وائل مش سامع الاخبار؟ قول تنسمع. الفرنساوي مش مطول ببلادنا. يعني بصراحه خيك ما راح يلاقي مين يدعمه ويدعم ظلمه. يا مختار انا اللي خايف منه انه هالولاد يتواجهوا مع عمهم. انا ما بدي افتح معركه بعد بكير. بس لما بفل الانتداب لكل حادث حديث. يمكن مش انا الوحيد اللي عارف انتم مين. في كتار من الناس عارفين انتم مين وساكتين من خوفهم عليكم. نصيحة يا زينة، اجمعي اخوتك وقولي لهم قبل ما يسمعوا من الناس. معك حق بس مش عارفة كيف بدي افتح معهم الموضوع. بيوم الاحصى بدي الكل يكونوا موجودين بالبيت. واصف بعد بيروت؟ نعم ببيروت بس بنعرف عنوانه. اطلبوا بسرعة. طبعا يا مختار طبعا رح اطلبوا. شكرا يا زينة. صح يلا. بخاطرك يا ماجد أفندي صفوان.
مع السلامة يا خطار. الفرنساوي ابتدى يفاوض زعماء البلاد وعين مفوض سامي جديد اسمه دومارتيل. صدقني الانتداب اللي داعم ظلم خطار مش مطول. ان شاء الله يا مختار ان شاء الله. الله يسمع منك يا الله يسمع منك. الاخبار حلوه يا بني. قرب الفرج يا بنتي قرب الفرج قرب. مين منا مجنون اكثر من الثاني؟ انا او انت؟ سلاف اخت زينة والبنتين ولاد صياد. زينة قدرت تضحك عليك. كيف؟ طالما ولا مرة حاولت تتقرب مني. سلاف ضحكت علي. وضعك مع سلاف مختلف. مختلف لأنه مش قادر انساها. يعني بتحبها؟ بكرهها ومش قادر انساها. صديقي وبعرفك مش قادر تواجه الحقيقة. مش قابل تعترف انك وقع بغرام بنت صياد. مأساة. تصور قلبي انا بين ايدين بنت صياد. طبعا انت ابن عز وهي بنت صياد. وين بدك تودي وجهك من الناس اللي مثلك؟ مصيبتك مش اهون من مصيبتي. الفرق بيني وبينك كبير. بوضعنا انا بحب زينة وهي رافضة هالحب. بنت صياد ورافضة تحبك؟ مستغرب. مستغرب ومش مصدق. انت كمال افندي يا كمال افندي. البنت صادقة يا عاطف. ما بتتأثر بالألقاب ولا بالمال ولا بالجاه. قلت لها بحبك قالت لا. صاروا مليون مرة قايلة بحبك. كل دقيقة بقول لها بحبك ولا مرة قبلت تسمع. دايما بتهرب مني. بنت مجنونة بيعها. هالبنت أذكى وأعقل مني ومنك. عم تربي بهالبيت المتواضع اللي أكبر منها واللي أصغر منها. وكأنها أم. أم بالعاطفة، بالإحساس، بالشعور. واقع من زمان. بتحبها من زمان كتير. أنا لما عرفت إنه حبيبتك وسلاف إخوة قلت بتساعدني وبساعدك حتى ننسى. بيظهر تنيناتنا مجانين. أنا بحب زينة بقلب وعقل. لما سافرت حتى أتعلم برا أول شي تعلمت إنه الإنسان قيمته بعقليته بأعماله شو بيقدم لبلده مش بقلب بيورطها. يعني معقول تتزوج من بنت صياد؟ يا ريت يا عاطف يا ريت. كنت بكون أسعد إنسان على هالشط ويمكن بالكون كمان. أنا ولا ممكن أتزوج سلاف. مستحيل. شفت؟ صحيح أنا وياك أصحاب بس كل واحد بشوف السعادة اللي بنظار خاص فيه. بدك تتسلى؟ تسلى واحد. حتى تنسى يا صاحبي لازمك مين تنسيك. بالإذن. طلعت يا محلى نور شمس الشام وسط. مرحبا سامية. يا مئة ألف مرحبا. يا أهلا وسهلا خطار أفندي. شرفت نورت. لحظة بس. يا أهلا وسهلا. لحظة بس خطار أفندي. نورت نورت. تفضل ارتاح. شكرا شكرا يا سامية. يا أهلا وسهلا. الشكر لألك. تفضل ارتاح. الحقيقة يا سامية أنا قصدك بموضوع سري ومهم جدا. السر مندفنه وبخدمك يا خطار افندي من هالعين قبل هالعين. اسمعي يا سامية
أنا عندي أملاك وممتلكات ثروة جمعتها بعرق جبيني. الله يبارك لك فيها. عندي ولد وحيد ما عندي غيره. الله يخلي لك إياه. بتعرفي أملاك وولد واحد، أنا نفسي بولد تاني تالت ورابع. العمر طويل قدامك. هالأملاك لازمها مين يستاهلها. أنت وأخوك سامي بتزوروا عائلات كتيرة. تعرف خيك عازف ملحن، يعني سهرات حفلات عزايم، بصراحة بتفوتوا عبيوت كتيرة. مزبوط، بيت ناس أكابر مثل أفضالك. هون بيت الأصيل، ببيوت العائلات الكريمة لابد ما يكون في بنت مهذبة مؤدبة محافظة تحت نصيبها. ناوي على الخير؟ صح، ناوي اتزوج. ما بدي خطابة تدور على البيوت تخطب لي، بدي الموضوع يبقى سر حتى نلاقي المطلوب. وحلوينتك أكبر هدية عندي. بخدمك بعيوني يا خطار أفندي. مش ضروري يا أفندي، خدمتك على راسي. خدي هالحلوينة مني وبيبقى لك عندي كتير. شكرا كتير يا أفندي. ما قلت لي كيف بدك إياها العروس؟ بيضة، سمرة، حنطية، بدك إياها طويلة، مربعة، سامباتيك ولا ملزلزة؟ بنت عائلة، بنت عائلة، مش صغيرة تناسبني. أنا مش صغير. اسم الله عليك يا أفندي، بتتمنيك صغيرة والكبيرة. فهمت طلبك. ناطر أخبارك. قريبا إن شاء الله، بس ارتاح شوي خلينا ضيفك شي مرة تانية. خاطرك. الله معك، الله يكون معك ويحرسك يا أفندي. مع السلامة. أخ، طب أنا شو بني؟ يا ريت بتجوزنا إلي. أخ أخ، يا ريت. وائل قلبي، يلا يعطيكم العافية. سلام، شو القصة؟ مستعجل كتير اليوم. في كتير شغل بالبيت بيي. يلا يعطيك العافية. بنت صياد ومش شايف شبك بين ايديكي. ماني بحاجه للشبك، اصلا ما بعرف اتصيد. غريب، كيف نجحتي معي اذا ما بتعرفي تتصيدي؟ ما فهمت قصدك. اكيد فهمتي يا انسه سوسو، يا بنت الباشا. خبريني، من واقع بشباكك هالايام؟ ابن اغا؟ ابن افندي؟ ابن باشا؟ بترجيك بدون اهانات، القصه كلها كانت سوء تفاهم. كانت كذب بكذب. مثلي شاطره، كيف قدرت تكفي بكذبك بدون ما يرفلك جفن؟ سبق وقلت لك، كل بنت بتتمناك، حلو وغني ومن عائلة الأغوات، عجبتك، ما كنت مصدق إني ممكن أعجب شخص مثلك. نربط لساني وكذبت، كذبت لأنه ما كان عندي أمل شوفك مرة تانية. كان حلم للحظات، ما كنت طامعة بأكثر من هاللحظات. بالنسبة لي كانت لحظات مرة، لأنها مجبولة بالغش والخداع. بعتذر عاطف آغا، صدقني عيش الأسف والندم ليل نهار. يا ريتك بتسمحني وبتنسى غلطتي. مخجولة منك أنا، وبتمنى ما نقعد نشوف بعد مرة تانية تما تذكرني بغناءة غلطتي معك. ما رح سامحك، أنا ما بسامح على الكذب أبدا. حقد كتير. يا ريت بتنسى. انسى؟ ممكن، بس إذا نسيت الكذب والغش والخداع كيف بقدر انساكي؟ بأي طريقة؟ أي وسيلة؟ خبريني قوليلي. اللي بينسى الذنب بينسى المذنب.
للأسف المزني بدخل قلبي حتى ولو عن طريق الكذب. أنا عاطف آغا ابن العيلة الكريمة، مش قادر أنسى سلاف بنت أبو وائل الصياد. نعم، على قد ما حبيتك أنا حاقد عليك. أوقات بتمنى لك الموت حتى تختفي من حياتي، أوقات بخاف يحبك حدا تاني، بكرهك وبحب شوفك، نائم عليكي وبشتقلك. سجنتيني، أنا اللي كنت حر، سلبت عيوني عن كل النسوان إلا عنك، صيادة سمك وأنا بكره البحر المالح، بس بعيونك في عز ورفعة، فقيرة والمسافة بيني وبينك بعيدة كتير، بس ذكية وروحك قريبة من القلب. يا ريت ما شفتك، يا ريت ما قبلتك، يا ريت بتغرقي بالبحر وبرتاح من عذابك. لو بتختفي، لو بتندفني، لو بتموتي، لو بتقولي بحبك يا عاطف، بتغمريني. اليوم ليرة وبعد كم يوم ليرة، وليرة فوق ليرة بيعملوا مية، والمية سروة. أنت حتلاقي له عروس؟ بصراحة مش ناوية لاقي له عروس. نعم؟ مثل ما سمعت. ما وعدتيه وأخذتي رعبون العروس ليرة؟ يعني حنكذب على خطار يا سامية؟ قلت مش ناوية لاقي له عروس، يعني مش ناوية أبداً. أمرك عجيب. طب هي تعطيني السبب، قولي لي ليش؟ حتى يقطع الأمل. يقطع الأمل بالزواج؟ صح، وحتى يقطع الأمل لازم تسكر بوجهه كل البواب. إنه صحيح هو رجال غني ومقرش، بس كبير بالعمر، مش بالهين بتلاقي له عروس. يا عمي إذا كنا مستفيدين من زواجه، لا عم تقطعي برزقتنا. العكس هو الصحيح يا خيي. طيب، وكيف بنستفيد إذا مش حتلاقي له عروس؟ رح لاقي له عروس، بس احذار مني العروس. أنا رح كون عروسة خطار، أنا رح كون سامية حداد أفندي صفوان. ولا بالأحلام يا سامية، ولا بالأحلام رح تكوني زوجة خطار. مزبوط، بالأحلام أكيد لا، إيه بس بالحقيقة مبلا، وبكرة بتشوف يا خي. بيقول انه الكومنال دكتور بيعتذر كثير ما قادر يجي، عنده ارتباطات بالايد. معلش انا عايزته بموضوع كتير 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 مهم، كله كلمتين ما رح ياخد كتير من وقته. من قل له ايه؟ قل له قل له. بالعكس انه مناسب كثير، ولا مرة انعزمت على هيك حفلات. عندك اخبار؟ جاي اشوف اذا بتعجبك الست سوريا بنت نازم افندي. سوريا ارملة وعندها ولدين. ايه بس انا قلت انه بنت جاه وعز، يعني بفتشي لك على وحده حتى ولو كانت عانس بس تخلف. حاضر، مع السلامة. توقعت تعزمني؟ قلت لك الجو مش مناسب. يعني المحل اللي بكون فيه خطار افندي انه دايماً مناسب يا افندي. تفضل. <طبعا. تصفيق>
كمال تعرفك ابني كمال ابني كمال تفضل شفت وائل؟ ليش ما رجع البيت؟ لا رجع ولا تعشى، مش ناويين تصلحوا الليلة؟ ناويين يا بنتي بس من بعد نص ليل. على كل حال ما تشغلي بالك علي، وعدني ليلة عند معلم سلمان. الله يخليك، سألي إذا حدا شايفك. معلم سلمان! عمر يا بني! خير يا بني! لمحت وائل شيء؟ اليوم؟ لا ما شفته. قلبك مشغول انا كثير كثير يا شباب، حدا شاف وائل اليوم؟ لا. لا انا يا معلم سلمان. اه شوف زينة مشغول بين على شوفي عمر. طمنوا 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 يا زينة، اخوك بخير واخذ راحته على الاخير، على رقص وطقش وفقش، وعم ياكل قطايب عند خطار افندي. انت مأكد من كلامك يا سامي؟ طبعا. ولو يا ابو وائل، ما حضرتك بتعرف انه ابنك بيشتغل عند خطار؟ بيشتغل عنده صح، بس مش لدرجه يعزمه على بيته على حفله طقش وفقش ورقص. على كل الله يغني، بيستاهل بالاذن. سامع يا بيي، طقش وفقش ورقص وين عند خطار افندي؟ سامع يا بنتي سامع، ما تخافي، خيك ذكي وبيعرف يسير ولا يقطف رزقته. يلا طرم حفله الافندي معروفه، وهيك حفلات مش لنا بيي. يا بنتي يا حبيبتي، قلت لك ما تشغلي بالي، بعدين مش كثير الشده بخيطه بنقطي. ما هني كله شباب. طيب ماشي يا بيي، ماشي ماشي حبيبتي ماشي. عزمني ولا بيت الدعوة، وين الغلط؟ ما بتعرف وين الغلط، ما هيك؟ عيب يا وائل عيب. عيب؟ وأنا ما عملت أي عيب؟ أبداً، والرقاصة للأخلاق والأدب، والمعازيم بيرفعوا الراس. المعازيم أصحاب نفوذ. عايشين ومش عايزين حدا. أكيد خطار زعل هلا. ينفلق. وأنا انفلق؟ ما أنا عم بشتغل معه. مصلحتك مع أهلك، امشي. كل واحد بيعرف مصلحته. تكي ليلي، بعرف ارجع على البيت وحدي. صعب تحملي هم الكل، ارتاحي وما تحملي اكثر من قدرتك. بعرف واجباتي، مش ناقصني دروس. كلامي مش للنقد ولا قصدي اعطيك دروس. مهمة الأم مهمة صعبة، وأنت الأخت مش الأم، خلي كل واحد يتحمل مسؤوليته. إذا ما في أم بيخرب البيت. كل واحد منهم صار رشيد نفسه، بكرة بيزعلوا منك. بيزعلوا مني إذا بخاف عليهم؟ البحرية بيقولوا ما تسبع عكس التيار. إنه ضروري يحضر هيك حفلة. وأنت ضروري تسحبيه من إيده قدام الكل وتكسر بخاطره قدام الناس. يا كمال أفندي، أنت معود تحضر هيك حفلات، نحن مش معودين. بعدين أنا بعتذر منك قطعت عليك سهرتك. أبداً. هيدي السهرات ما بتعنيني. ليش لا؟ سهرة طقش وفقش ورقاصة على كل حال سهرة أفندية يا كمال أفندي. عن جد ما بتعنيني، فيك تطمني.
أنا جاي أطمن على وائل بس. وأنا عم بشرح لك وجهة نظري مش أكتر. مش مهم، بالإذن بخاطرك. مع السلامة. ورايي 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 على طول. إذا تأخرت على الشغل لازم تعرف ليش، وإذا تأخرت على البيت لازم تعرف السبب. ضاق صدره من أول سهرة بسهرة بحياتي. تخيلي أول سهرة وما قدرت كملها. من وين طلعت؟ من وين نبتت؟ ما بعرف. قال شو؟ كمشت لي إيدي وجرتني وراها مثل شي ولد صغير. هلا المهم السهرة كانت حلوة؟ حلوة؟ السهرة خيال أختي. حلم. مثل ألف ليلة وليلة. بصراحة زينة صارت كتير مزعجة. زينة بتخاف علينا. تخاف على حالها. أنا زلمة عندي مستقبل ولازم غامر. مستقبلك هم من همومة. هم الوحيد تكتم نفسنا. يعني رح أعيش مورها الفلوكة وأعمل مستقبل؟ خي أنا معك بس مش ضد زينة. كل حياتها ضحت كرمالنا. ماشي. بس من اليوم ورايح مش ممكن أقبل أي تدخل. خلصت الزوادة؟ ايه خلصت. حطيتي بندورة وخيار؟ بندورة وخيار وبطاطا وبيض مسلوق وشوية دبس للتحلية. منيح. الله معك، أبوك بالقهوة. قد خير. روح. وائل أنا كان لازم أتصرف معك بطريقة لايقة. بعتذر منك. يعني صار مسموح نحضر حفلة؟ لا. الله معك وانتبه على أبوك. وائل زعلان كتير. بعرف. وأنا كمان زعلانة. تقبل الصراحة أختي؟ ليش لا؟ مش حاسة إنك عم تفرق بين واصف ووائل؟ من وين اجتك الفكرة؟ شو عرفك واصف شو عم يعمل ببيروت وكيف عم يتصرف؟ ما في إلا وائل تحت المراقبة. على كل حال الأحصى قرب والمختار بده واصف. صار لازم سافر على بيروت. إذا بتكرهني لشو طلبت تشوفني؟ سميه إدمان، وباء، مرض مش قادر أتخلص منه. فيي أرجع؟ رجعي. سلاف، سلاف. ليه معذبني إنه حبي بلا أمل؟ أنت قادر تحقق كل أحلامك. أنا مش قادر أحقق ولا حلم من أحلامي. أنت الحلم يا سلا. بس تحقيقه رح يكون كابوس علي وعلى عائلتي وعلى مجتمعي. تمييز طبقي واجتماعي. أنا عارفة حدودي. يا ريتك ما طلبت تقابلني. كنت عم حاول أنسى. بتمنى أنسى. تنسيني؟ حبي بدون أمل. لازم اتكل على المنطق والعقل.